देखो स्टासी ना عيالنا يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عيالنا. يمكن تكونوا مستغربين اليوم، يعني ستايل جديد على ما يقولون، شكل جديد، ومعانا وانتم بكرامة الحمار واحنا في العربانة وعيالنا قاعدين رايحين رحلة. اول يقولون كشتة، رايحين كشتة. احنا جالسين طبعا في الفريج وفي القريه التراثيه اللي فيه كل اشياء قديمه. اليوم بنتكلم عن شيء مهم وشيء كانوا اول يعتمدون عليه الاولين، لكن ما يعتمدون عليه مثل ما نعتمد الحين احنا عليه، اللي هي المواصلات. عيالنا اليوم نتكلم عن المواصلات الأول، شلون كانوا يتنقلون من ديرة لديرة، من قرية لقرية، من البيت إلى السوق، من البيت إلى المزرعة وهكذا. أول ما شفنا وانتم بكرامة الحمار، الحمار هو متوفر في أكثر المزارعين عندهم، وهو اللي يوصلهم من قرية لقرية، من بيتهم إلى السوق وديهم. وطبعا الحمار وانتم بكرامه ايش ياكلونه؟ حشيش. وبعد ايش بنت بعد؟ جت 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 ياكل جت، هذه قويه يعني. زين، والجت ينزرع عندنا في البحرين من زمان، ينزرع عندنا في البحرين. هذه هو الحمار كطريقه حق المواصلات. زين، الاوليين ترى يعتمدون على نفسهم اكثر شيء، يعني ما اقول يروح من هنا مثلا الى كيلو مثلا، ما يقول انا بركب على الحمار ولا شيء، يروح يمشي. فلذلك تشوفون اجسامهم الاوليين، اجسامهم كلها ما شاء الله عليهم، يعني نشيطين، ولهم كل واحد كرشه هالمتن وحالته لله، ويمشي تدربه ما لا، حلوين من المشي والحركه. حتى المشي والحركه تخلي الواحد صاحي، عضلاته تقوى، الدم يجري تمام في جسمه، يقوي قلبه، ما عنده لا مثل الحين الامراض، لا كوليسترول ولا عنده ضغط ولا عنده سكر ولا عنده هالامراض اللي نشوفها الحين، لانه من المشي والحركه. غير المشي والحركه كان اكلهم منظم اول، مو ابدا طاق في اللحوم والهيله، مع انه ياكلون. يعني اول لما رحت حق راعي اللحم تقول له مثلا اعطني الحمه، بيعني الحمه رطل، والله رطلين اللي هو ثمين، يقوم يقص لك الحمه، تقول له حط لي عاد شحمه. احنا نقول له حق لا شيل شحم، شيل شحم، ما نبي شحم يمتن. ما الاول يقول لا حطني شحمه. الشحمه لما تكون من الشفل من ورا هاي بروحها تقوي، ياكلونها لان جسمهم محتاج حق الطاقه. هذه واحده. وسيله ثانيه طلعت الباصات بعد، وقبل الباصات كانت العبره. شنو العبره؟ مو العبره عن صيحين، شنو العبره؟ السفينه المائيه. العبرة هي السفينة المائية، يركبون في الجلبوت هاللون ويحطون شراع وينقلهم من هالضفة إلى الضفة الثانية، مثلا من الحد إلى المحرق أو إلى الحالة، ها، ومن الجزيرة إلى سترة، هالمناطق يعني ينقلهم، تنقلهم السفينة، يا إما بالشراع، وأحيانا يستعملون الخطرة. عارفين الخطرة؟ الخطرة يا اللي يريد، هاي طويلة ويحطونها في البحر ويحط في البحر، هاي الخطرة، هاي يسمونها الخطرة. لا الجدف غير، ذاك المجداف، يما مياديف يما الخطرة، يفرس بالخطرة لين يوصل إلى المكان. إذا طبعا ما يودوهم بلاش، كله بيزة بيزتين على قيمة العملة أول. عدل عقب طلع عيالي الباص، وصار الجسر اللي بيد يربط محرق مع المنامة. تعرفون ليش سموها المنامة؟ ليش سموها المنامة؟ أول عاصمة البحرين أي واحدة قبل؟ المحرق. وكان الشيخ والحاكم يداوم في المحرق، لكن ينام
في منطقة المنامة، سموها منامة، منام الحاكم، منام الحاكم لا ينام فيه. منامة. أو ما تروح المنامة ترقدون؟ لا، المنامة ما شاء الله عاصمة البحرين، وفي الأشياء التجارية، المحلات، وفي الدوائر الحكومية، وفي كل شيء. إنزين، ولما صار الجسر صار الباص، يسمونه البست. مو مثل الباصات الحين مال النقل العام اللي تشوفونهم، لا، أحب أرويكم إياها. البست هذه يركبون في جهة ريايل، والجهة المقابلة يعني مو الكراسي هاللون محطوطين، لا، كراسي سيدة هاللون بالجابلين، وكراسي مني، هذه صوب الريايل وهذه صوب النسوان. طويل. زين، لما يركبون في الباص يقوم يسمونه الكرندل، يقوم يعدهم 1 2 3 4 5 6 7 حدهم كامل. الباص مثل يشيل 20 22 30، بس خلاص يقول لحق الدريول كم على الباص، شقل ومشي، يمشي ويمشي من مثلا من المحرق، من الحد يروح المحرق، ياخذ 4 آنات على كل واحد، 4 آنات الربيع 16 آلة، فياخذ 4 آنات من المحرق الى المنامه، ياخذ آنتين، واذا بيعبر على الجسر ياخذ عليه رسوم لما بيعبر. زين، والجسر طبعا يفتحونه وقت من الاوقات عشان السفن تمر، واحيانا الاولى مفتوح حق الناس. واقول لكم انا قصه صلتني في الباص. انا كنت شويطين اول وانا صغير، مو بشويطين لكن كان قصوا علي، يعني كنا احنا صغار يعني في الصفان الثالث، يمكن الصف الثالث الرابع ابتدائي صغار يعني، وعندي صديق معاي من الحد اهله في المحرق، قال لي ايش رايك نروح نمشي للمحرق؟ نمشي للمحرق؟ قال نمشي للمحرق والرد بعد بنمشي، ما حد يدري. لا ابوي ما يدري، امي ما تدري، يخطبون علي. قال لا ما عليه ما عليه ما عليه. قمت ورد رحت امشي معاه من الحد، مشينا للمحرق ورحنا عند بيت اهله. زين، هو ليش داخل البيت؟ قال تميت واقف برا، بعد ما دخلني وياه بعد. قلت له انا الحين ابغى ارجع. قال لي ها انا بقعد ورايح مراجع الحد، ارجع بروحي؟ قال لي ارجع بروحك. قلت شو اسوي؟ قال تدري بوديك ستيشن، اللي محطة الباصات يسمونه ستيشن بالانجليزي، ثقافة موجودة. ستيشن اي مو لعبة، باص بس ها باص نسمي الباص بس ولا باص. زين، رحنا ستيشن. قلت له زين ما عندي بيزر، يعني اذا بتركه في الباص يبيع لك 4 آنات من المحرق للحد. قال تدري يقولون اللي يوقف عند الباب الصغير داخل ما ياخذون عليه شيء، اوقف اللي يجلس على الكرسي ياخذون عليه، في باب صغير في دفعه الباص الاخير. قمت انا ركبت الباص ووقفت عند الدفعه، والناس تركب 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 لهم ركبوا. اللي يقول حق الكرندا عندهم كم اكتمل الباص ولا لا؟ 1 2 3 يا عندي لبن. انت وين جاي؟ انا واقف. عادة رفيجي قال لي اللي واقف ما ياخذون عليه بيزات، اللي يقول الكرندل حق اللي في الباص، هذه من معاه يعني انا مع من جاي؟ كلي طالع كلي طالع لي كذي. تدرون من في الباص؟ ابوي. يا لهوي على قولتهم الصينيين، طلع اللون اللي يقول خله، كلمه خله بهالطريقه يعني ان شاء الله خل لما يوصل ان شاء الله بصير. اذا استارت تعد وانت فضح انا عباقة بروحي الحين، رحت المحرق ما ادري عاد الحين شافني في الباص بعد شو وداه؟ وقف مش الباص ساعات انتخاب ساعات اصيح ايش بيسوي فيني الحين. يوم وصلنا الحد جودني من يدي من الباص ونزلني سيدي وداني البيت وصك الباص لان مخزن عتيج دخلني وصك الباب راح يدور لي عطبه سويتني. امي مسك شوف الام شلون حنونه ما ترضى على عيالها، وحدي اطلع اطلع بسرعه قبل لا يقلب يلا يبوك واشرد من البيت. وينه عقب ماي وينه؟ قالت والله ما ادري بيطلع يمكن. وين يطلع والباب مسكوك وين طلع؟ والله ما ادري. حلف فيني قال بس يدخل معاك بعقاب شديد، وتميت ليل ليل ما دشيت البيت. والله يوم رقد سلسلت شوي شوي دخل
تقول ابوي بس اركض اركض. قاعد الصبح شاف لي منبطح ما يقدر يعني بعد ابوه وقلبه بعد احلى. قال عقب كلمني طبعا وكان بيعاقبني بعد عقاب شديد، لكنه يعني قال لي شوف امك تبسطت لك والله كان بطقك طق لين تقول بس. هذه كانت غلطه ما انساها، يعني لما تروح اي مكان بدون لا تشاور اهلك هذه وايد مشكله، لانهم يعرفون انت ما تريد قلت بتروح بترجع صارك ضرب تقرب. قبل لا نرجع حق المواصلات تعالوا خلينا نشوف الباص مال الاول شنو. عيالي ما دام احنا تكلمنا في بداية برنامجنا عن انتم كرامة الحمار، عندنا قصة عن الحمار شوي، بس حطوا بالكم خذوا الحكمة من القصة. في ولد وابو كانوا يمشون يبون يروحون الى قرية ثانية مسافة بعيدة، وهذه المواصلات كانت عندهم. قام الريال لانه كبير ركب على الحمار، ما يصير اثنينهم يركبون على الحمار بيكسرونه عدل ثقيل وعليه اغراض بعد. ركب على الحمار صار. والحمار مو قوي بعد وايد هزيل شويه. يمشون 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 مروا على ناس اللي يقول شوفوا ريال ايش كبره قاعد على الحمار ومخلي ولده الصغير يمشي المسكين والله ما في قلبه رحمه. قام التفت الريال قال لي صدقني اي والله ولدي. قال نعم. قال يبا انت اركب على الحمار وانا بامشي. قال زين. ركب الولد على الحمار استانس انت راكبين على الحمار ساعه على الحمار وهو الريال يمشي 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 مر على ناس ضحكتهم كع 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 شوفوا صبي نشيط راكب على الحمار والأبو المسكين الشيب يمشي والله ما يا هالولد هذي ما في قلب رحمة على أبوه. قام الولد تلفت قال يبا أنت ركب على الحمار و... قال له أنا ركبت على الحمار تحكوا علي، أنت ركبت على الحمار تحكوا عليك، لكن تهدي شلون خلينا نركب اثنين على الحمار ما حد بيتحكي. ركب الريال الحمار والولد ركب وراه تبقى 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 هاي بشيل الحمار ها تبقى تبقى تبقى. تعرفون الحمار شو يسوي لما يرفس شو يقولون يرفس شو يقولون لا يقولون يرمح بريل يرمح يسوي شي بريل باح يطيرك منه. مشوا مروا على ناس يقول طالع والله ما في قلبهم رحمه اثنين راكبين على الحمار الهزيل الفقير. قاموا ونزلوا صاروا يمشون هم يمشون بروحهم والحمار يمشي بروحه. مشوا 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 مروا على الناس طالع والله العظيم اغبياء ذيلي يعني ايش فيهم يعني ايش فيهم صدق يعني حمار يمشي وهم يمشون ركبوا على الحمار والله ما عندكم عقل. قام يا ولدي قال له تعال قال له شو اسوي الحين هذيل ركبت انت ما عجبهم ركبت انا ما عجبهم ركبنا اثنين انا ما عجبهم خلينا بروحه ما عجبهم شو نسوي الحين؟ انت والحيوان اقص عليكم القصه شو الحكمه اللي اخذتوها من هالقصه هذه؟ تفضلي. انه يعني ما اسمع رايهم لان راحوا دي القريه يقولوا لهم شيء والقريه الثانيه شيء والقريه الثالثه شيء فما اسمع رايهم بس اسوي اللي انا ابي. بعد ما عاد من عنده الحكمه. ان كلام الناس ما يروح ولا يجي يعني حتى لو احنا سوينا اي شيء هم ما يعجبهم يعني ما بيعجبهم العجب ولا الصيام في العجب على قولتهم. نعم شيخه. يعني انت مهما تسوي ما راح يعجب ناس وايد اذا انا كور ركب عليه قال شوف مخلي ابوي يمشي وهو هاي زين شو نسوي يعني؟ ما اسمع كلام الناس. كل الكلام اللي قالوه صح، احنا ما علينا من كلام الناس، علينا احنا نحكم عقلنا نشوف شنو الصح نسوي. احيانا يجيك واحد بعدين ينصحك
مو معناته ما اسمع كلامه يمكن اللي قاله صح، لكن لما هذا يقول كذي وهاي يقول كذي وهذا يقول كذي، فانا ما اخذ كل كلام الناس بضيع ولا بسوي شيء. فهذه قصتنا لهذا اليوم. عيالنا احب ننتقل الى بعد مثل ما قلنا التنقل بالسفينه او بالقوارب من منطقه لمنطقه، وقل لي يا اما بالاشراع يا اما بالخطره يا اما بالمجداف، وصلوهم من منطقه لمنطقه. زين هذه عيالي يعني اللي وصل هذه يسمونه العبار اللي يعبر الناس. خلينا نشوف عبد الله ملك واغاني ابو تعب في العبار. من سيف المحرق اعبر طريق الخور واوصل الحوره واوصل الحوره، اشيل وارجع في المره خمسه انفار كل واحد بدوره كل واحد بدوره. من سيف المحرق اعبر طريق الخور واوصل الحوره واوصل الحوره، اشيل وارجع في المره خمسه انفار كل واحد بدوره كل واحد بدوره. عيالي ين حق الالغاز، مو بس لكم انتوا بس، حتى اللي قاعدين يطلعون في التلفزيون حطوا بالكم معانا وحاولوا تحلون الالغاز هذه. اللغز الاول يقول: ما الذي ينام مرتديا حذاءه لا يفارقه؟ تنتللت. تفضل. الحصان. الحصان صح، حتى الحمار بعد. زين شنو الشيء الذي اذا غليته جمد؟ اللي غليته في الماي يمد. ها تفضل. البيض. البيض صح، يا سلام يا سلام. زين بعد. اكلت فلفل فتفلفل فمي، كم فاء في ذلك؟ تفضلي. صفر، لان ما في فاء في ذلك. ما في فاء في ذلك. في كم فاء في ذلك؟ ما قلتوا في فلفل 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 فلفل، لا لا ما قالوا في ذلك. اي صح صح. زين عندما تلسعك البعوضه شلون تعرف ان لسعتك هاي انثى او والله ذكر؟ نعم عبد الله. لان الذكر ما ينسع بس الناثيه تلسع. يا سلام عليك صح، يعني انثى البعوض هي تنسع الذكر ما ينسع. إيه؟ والله ريال عدل ما ينسع ولا شيء ولا يسوي شيء، لكن تولع. ما علي ما علي، نريح شويه نروح اشوف لعبه شعبيه ونرجع لكم. عيالنا الفقرة الأخيرة في برنامجنا به عليكم انتو، من يقول لنا شيء مثال ولا لغز ولا شيء؟ الهنوف تفضلي. من طول الغيبات يا بالغنايم. ما تقولونها هذا الشيء؟ من طول الغيبات يا بالغنايم. ها مثلا أحد من زمان ما شفناه وياه. إيه زين. يعني نحن مستانسين ومن زمان ما شفناه. الغنايم شنو هي يعني؟ يعني غنايم هو يوم صوغه الغنائي يعني طائر. احنا راح وسافر وخير اكيد يا ابو صوغه يا ابو الشيخ يا ابو الغنائي. بعد ما عنده شيء يقول لنا. تفضلي شيخه. ضرب الميت حرام. الضرب في الميت حرام، شلون يعني؟ يعني واحد كل من ما يرد نقول له شيء لا راس يابس. اقول ايش لك على الضرب في الميت حرام يعني. عيالي اتمنى انكم ان شاء الله استفاديتوا من كل فقره قدمناها في برنامجنا.
ألقاكم إن شاء الله باكر على خير. إلى اللقاء وفي أمان الله.